اوكي حنشوف اللي هو طريق صبغة اللي هو الزين نيلسون. هنا طبعا سلندر معدني محطوط على حيطة بيحتوي على مية، وفي شبكة، الشبكة هذا حتم تثبيت الشرايح عليها. هاي العينات، في 3 عينات هنا، هيبدأ بعملية الصباغة. طبعا عمل لهم هيت فيكسيشن عادي زي ما تعلمنا. الآن ايش حطت؟ حطت اللي هو عليهم هتاخد ورقة فلتر بيبر. ليش فلتر بيبر؟ عشان لما تحط الصبغة، الصبغة هذه ما تترسبش، تمام؟ عشان ما تترسبش اللي هي الصبغة على اللي هو السلايد، فما تكونش الصورة واضحة. لأن هي حطت السلايد وين؟ على طبعا واضح من الحركة إنه في بخار، في شيء بيغلي، حطتها على السطح. والآن حتبدأ بإضافة اللي هو إيش؟ صبغة الكاربول فوكسين. هاي صبغة الكاربول فوكسين تبعتنا، هذا هي كاربول فوكسين زين نيلسون استين. طبعا هناخد الصبغة، هيها أضافتها، غرقت اللي هي الشريحة، وحتخلي الشريحة تغلي لمدة 3 إلى 5 دقائق. طبعا ممنوع تجف الشريحة، هنضلنا أي منطقة، أي منطقة بتخلو من اللي هو الصبغة بنضيف عليها، تمام؟ هننساش هذا. أوكي هذا هو الآن 5 minutes، يعني لمدة 5 اللي هو دقائق. لأن بعد 5 دقائق إيش حتعمل؟ حتشيل الورقة، خلاص انتهى دور الورقة الآن. أوكي الآن البكتيريا أسيد فاست أخذت اللون الأحمر، هتعمل ووشنج للسلايد بالمية العادية، وبعدين حتبدأ تغسل فيها بالإيش؟ بالأسيد الكحول اللي قلنا تركيزه 3%، هاي الشريحة. أوكي أسيد الكحول يعني بيختلف الوقت فيه، هنا بتقول 10 ل 15 سكند، بعض البروسيجر بتقول حوالي دقيقة. هي هتبدأ هتحط الأسيد الكحول على الشريحة. إيش هيعمل أسيد الكحول يا شباب؟ إذا كانت البكتيريا مش أسيد فاست ستين، هتفقد الصبغة، فده هنسميها نون أسيد فاست ستين. نشوف هاي شوية ديكلاريزر نقطة نقطة، أيوة شوي شوي، عشان الصبغة إذا كانت البكتيريا مش أسيد فاست هتفقد الصبغة. زي ما انتم شايفين هاي بتنزل قاعدة صبغة، في صبغة إشمالها قاعدة بتنزل. بعد هيك غسلتها بالمية العادية. That's enough. هنروح نحط اللي هو صبغة إيش؟ الميثايلين بلو أو الكريستال فايلت لمدة دقيقة. عادة بناخد احنا الميثايلين بلو عشان هاي انا استخدمت الكريستال فايلت. اوكي برضو بتدي لون فايلت، ما فيش اي مشكلة. هنحطها لمدة دقيقة. مين اللي حياخد الصبغة هذه؟ اللي هي النون اسيد فاست بكتيريا. اسيد فاست اخذت اللون ايش؟ الاحمر. هتستنى لدقيقة طبعا، وبعد دقيقة هتعمل غسيل اللي هو الشريحة برضو بالمية، وحتسيب اللي هو الشريحة تجف. هي جففتها، فبنحصل على هذه الشرائح. طبعا في الغالب انت حتشوف كل الشرائح لونها ازرق، لكن الميكروسكوب هو اللي حيكشف عن هذا الموضوع. هي عينة تحت الميكروسكوب، هذا كله طبعا حتى الان نن اسيد فاست. نشوف العينة الاخرى. أنا بدور على، تقول لي أنا بدور على بكتيريا السل الرئوي أو المايكوبكتيريا تيوبرك، هذا هي. شايفين كيف لونها المفروض يكون؟ هاي المايكوبكتيريا بكتيريا عصوية. أوكي بكتيريا إيش مالها؟ عصوية، بتاخد عصويات، بتاخد اللي هو اللون الأحمر زي هذه. هذه أوكي، يعني أتمنى تكون الفكرة
قد وصلت نسبة